نحن الآن في مركز الباسل للتأهيل والتدريب، هذا أحد مراكز الإيواء المتواجدة هنا. يتسع هذا المركز لعدد كبير من العائلات، يعني أظن أن 59 عائلة هنا في هذا المركز. السيدة ريم علي رئيسة المركز، ماذا تقدمون في هذا المكان؟ المركز فيه 35 غرفة، فيها 59 عائلة، 227 شخص. المركز عبارة عن، كان سابقا هو استضافي للوافدين من لضيوفنا من وزارة التربية، والآن هو مركز لإيواء أهالينا المتضررين من آثار الزلزال. نحن نقوم بالإشراف على كل الخدمات اللي بتقدمها الجمعيات الأهلية والمحافظة والجهات الحكومية. يوجد جمعيات تقدم أمور غذائية كوجبات وفطور وغدا ومعلبات، وجمعيات تقدم دعم نفسي وحماية وإدارة حالي، وأيضا هناك جمعيات تقدم صيانة وخدمات للبناء. ونحن نسعى لتأمين الفاقد التعليمي لأطفالنا المتواجدين معنا في الأسبوع القادم بالتأكيد. نعم. طيب، يعني هذه الأعداد الكبيرة كيف تتعاملون معها، ولا سيما لجهة النظافة؟ النظافة مثل ما شاهدتوا، النظافة عندنا توب. يوجد منظفات دائما متواجدة بالمركز، ويتم تأمينها دائما. نحن نتعاون كأسرة واحدة، يعني حتى المتضررين يقومون بتنظيف غرفهم والكريدورات والحمامات. المركز مجهز بحمامات مياه ساخنة طاقة شمسية وبمغاسل. يعني المركز هو كان بالأول مركز استضافي وليس مدرسة. كمان يعني السيدة دعد عجي رئيسة جمعية إيثار، أنتم ماذا تقدمون هنا في هذا المركز؟ جمعية إيثار الخيرية، تم تكليف جمعية إيثار الخيرية من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع غرفة العمليات في المحافظة. جمعية هون عندنا فريق متطوع المتواجد هون، فريق من خيرة الشباب والصبايا، بيقدموا الأغذية، بيقدموا الاستشارات النفسية القانونية، أي شيء بيحتاجه بالمركز المتضررين هون. الحمد لله يعني عم بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه. في عنا، بس بدي أترحم على شهداء الذين قضوا جراء الزلزال، الله يرحم أرواحهم. ونحن شعب سوري حي، بنطلع من أزمة، بندخل بأزمة، ونحن قد هالأزمات هاي لأنه نحن شعب قوي. الله يعطيك العافية يا رب. إذن هذا هو أحد المراكز الذي يتسع لهذا العدد الكبير من الأسر المتضررة هنا جراء الزلزال، وهنا يعني تجدر الإشارة وإلى أهمية الالتزام بعوامل النظافة وعوامل الدعم من غذائيات وغير غذائيات في هذا المكان أو إن كان في أماكن أخرى. تتفاوت هذه الأمور وهذه الظروف بين مركز وآخر في المحافظة، ولكن كما تشاهدون يعني هذا المركز هنا يتسع كما قلنا لهذا العدد من الأسر والعائلات التي جاءت إلى هذا المكان منذ أن ضرب الزلزال هنا في هذه المنطقة.